بعد مرور شهرين من الإغراب المفروض من قبل نقابة المعلمين على المدارس، ها هم الطلاب يعودون مجددا إلى التعليم في محافظة أبين وسط تحديات جديدة وجد المعلمون أنفسهم فيها. مكتب التربية بمحافظة أبين دشن العام الدراسي الجديد وسط مخاوف من توقفه لعدة أسباب يعاني منها قطاع التعليم منذ سنوات، حضور باهت في المدارس الأساسية والثانوية مع تخلف الكثير من المدرسين عن الدوام على خلفية تدني مرتباتهم الشهرية في ظل القلاء الفاحش الذي تعيشه البلاد. استبشرنا أول حاجة كثير بالإضراب، قلنا بأن النقابة سوف تضغط على الحكومة بأخذ المعلم جزء بسيط من حقوقه، إلا أنه كان هناك تهاون من النقابة وفكت الأضراب وخسر الطالب شهرين لا استفاد منها المعلم، استلم حقوقه ولا استفاد الطالب بغياب الشهرين. ومع كل الظروف الصعبة المصاحبة للعملية التعليمية، تبقى المدرسة الملاذ الآمن بالنسبة للأطفال الذين يشعرون أنها بيتهم الثاني، فهي لا تنحصر في كونها مكان للتعليم فقط بل تمثل جزءا من حياة الطفل خصوصا في سنوات الحرب. المدرسة مهمة لأنها أداة للمساعدة في إعداد الطلاب، فليست مقتصرة يعني في المعرفة في الكتابة والقراءة والعملية الحسابية، وإنما يتعرف الطالب على الطبيعة ويتعرف على شخصيته والأماكن، وتعد المدرسة من أجل أن يكون الطالب جاهزا لأنه هو من يصنع المستقبل. ويبقى دعم العملية التعليمية حلما يراود الآباء كل عام، أملا في إنشاء جيل متسلح بالعلم والثقافة، لا جيل يحمل البندقية والأفكار المدمرة.